يا هلا. جزيرة إليكوشون جزيرة تحت الإدارة الفرنسية موجودة في المحيط بين جزيرة مدغشقر في شرق أفريقيا وبين القارة القطبية الجنوبية في منتصف المسافة بالضبط. الجزيرة دي بيحيط بيها عدد من الظروف المناخية والبيئية اللي ما بتسمحش أبدا بتواجد بشري على أرض الجزيرة، فهي من الجزر القليلة قوي على كوكب الأرض اللي مش بيعيش فيها البشر نهائيا، لكن بيستعمرها أعداد من الكائنات، خصوصا نوع من أنواع البطريق اسمه كينج بينجوين، وهو نوع من البطريق يعتبر متوسط الحجم نسبيا مقارنة بأنواع تانية من البطريق. اللي حصل إن في الأعوام الأخيرة تحديدا العام 2017 اختفى عدد ضخم جدا من الكينج بينجوين، قرابة 900 ألف إلى مليون فرد فجأة. فكان العلماء لازم يشوفوا إيه الأسباب، ايه سبب حاجة زي كده، خصوصا ان الجزيرة بيتم متابعتها من خلال الساتلايت فقط، فكان لازم التجهيز لرحلة علمية فورا تتجه للجزيرة مهما كانت الصعوبات. وبالفعل في صعوبات كتيرة، منها اسباب لوجستية واسباب بيئية. الجزيرة فعلا فيها ظروف مناخية صعبة جدا، بتتعرض لعواصف صعبة جدا، فبالتالي العلماء بيبقوا عارفين ان هم ممكن يبقوا رايحين رحلة بلا عودة. لكن بعد الحصول على التصريح اللازمة من الإدارة الفرنسية راحوا في 2019، وكان الشرط أن لازم ينتهوا من عدد من التجارب والفحوصات خلال 5 أيام فقط. كانت الفحوصات دي تشمل مسح حوالي 500 كيلو متر مربع في الجزيرة، حصر للأعداد المتبقية من الكينج بينجوين على الجزيرة، حصر كامل لأي كائن حي بيعيش على الجزيرة، وكانت خصوصا القطط والفئران لأنها كانت محتملة تكون كائنات مفترسة، يا إما للفرخ الصغير من البطريق أو للبيض بتاعه كمان. وكان لازم يزرعوا بعض الكاميرات ويكون فيها خاصية النايت فيجن عشان يقدروا يرصدوا إيه اللي بيحصل بالضبط طول الوقت، وكمان لازم يعملوا نوع من المصائد تصطاد عدد من الكائنات المفترسة يتم فحصها ودراستها. كان لازم كمان يتم زراعة عدد من الأجهزة في جلد عدد من الأفراد للكينج بينجوين، أجهزة بيسموها إلكترونيك تاجز، بيكون فيها أجهزة جي بي اس لتتبع الأفراد دي بعد ما الفريق العلمي بيرجع للبلاد بتاعته، بالإضافة طبعا لدراسات بيئية تشمل بقى درجة حرارة المياه، مياه المحيط طبعا اللي بتحيط بالجزيرة، يدرسوا الغذاء اللي موجود ومتوفر للأنواع الحية اللي بتعيش في الجزيرة، الظروف المناخية، كل الحاجات دي بيتم دراستها، ولازم كان يتم دراستها في خلال 5 أيام فقط، ودي مهمة صعبة جدا، لكن تم إنجازها في نوفمبر 2019. وبعد ما رجع العلماء ابتدوا ينفوا الأسباب المحتملة أو يثبتوا بعضها لتفسير الاختفاء الضخم ده اللي حصل فجأة. اللي حصل فعلا ان عدد من الاسباب دي تم نفيه. من الاسباب اللي تم نفيها ان يكون في دور للكائنات المفترسة، بالفعل ما فيش اي دور للكائنات المفترسة الا على الجزيرة في الاختفاء الضخم ده. السبب الثاني اللي تم نفيه كان هو ان يكون في هجرة داخلية حصلت من عدد ضخم من الكينج بينجوين من الجزيرة الام لأي مكان او جزيرة قريبة من الجزيرة دي، وده فعلا تم نفيه لأن كانت أقرب مستعمرة للجزيرة الأم بيعيش فيها 17 ألف فرد فقط، ودي طبعا مش دليل على أن حصلت هجرة ضخمة للكينج بينجوين. السبب الثالث اللي تم نفيه هو أن يكون انتشر وباء صعب أو مرض شديد مثلا من الأمراض، لأن مفيش أي دليل على كده في عينات الدم ولا الكائنات الموجودة لسه في الجزيرة ولا حتى الأفراد اللي موجودين من الكينج بينجوين وما زالوا على قيد الحياة في الجزيرة. ما فيش أي سبب، فيش أي دليل على وجود رد فعل مناعي في أجسامهم تقول إن هم كانوا بيواجهوا هم وغيرهم أي وباء من الأوبئة، كانش في أي دليل على حاجة زي كده. لكن كان السبب الأكثر ترجيحا في الجزيرة وهو اللي أدى لاختفاء ضخم فعلا للعدد ده، هو إن يكون حصل هجرة بدافع البحث عن الغذاء بسبب تغير في البيئة المحيطة، وده بالفعل ثبت ان هو حصل فعلا. مياه المحيط اتغيرت درجة حرارتها، فبالتالي ما بقتش بيئة مناسبة توفر المغذيات اللازمة للكينج بينجوين، فبالتالي كان لازم يسبح في اتجاه الجنوب، اتجاه الموصل للقارة القطبية الجنوبية اللي بتستضيف بالفعل اكتر من 17 نوع من انواع البينجوين المختلفة.
فبالتالي ممكن يلاقوا البيئة المناسبة ليهم في الاتجاه ده مع درجة حرارة أنسب مع موارد غذائية أفضل متاحة ليهم. فبالتالي اتجهوا فعلا في الاتجاه ده بالسباحة، وده أدى إن هم بقوا عرضة للافتراس أسهل بكتير في مياه المحيط من الكائنات البحرية الضخمة زي الحيتان والقرش وغيرها. فبالتالي فعلا هجمتهم الكائنات الضخمة دي وغيرها طبعا، وده اللي أدى فعلا لحالة افتراس صعبة جدا وحالة غرق لعدد كبير من الكينج بينجوين قبل ما بيوصلوا لوجهتهم اللي كانوا عايزينها. وتم الإثبات لحاجة زي كده من أكتر من شيء، منها دراسة البيئة، منها كمان الصور اللي جات لهم من خلال الساتلايت، ومنهم كمان من خلال آلات الرصد اللي تم زراعتها في جلد عدد من أفراد البنجوين، واللي ثبت بالفعل إن هم بتتبعهم كانوا فعلا بيلقوا بنفسهم في مياه المحيط ويسبحوا في اتجاه الجنوب، باستثناء بسيط كان بيتجه في اتجاهات أخرى. وده كان فعلا التفسير الأرجح للي حصل في السنوات الماضية. وشكرا جدا لمتابعتكم للحلقة، وإن شاء الله إلى لقاء قريب مع حلقة أخرى